قالت وزارة الصحة صباح اليوم مع تغريدات الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، والذي أشار عبر صورة نشرها إلى وجود عدد من الأطعمة الغير مسموح بها داخل مقصف إحدى المدارس، حيث دعت الصحة من لديه معلومات عن اسم المدرسة للتواصل معها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب معي بالدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم في أبحاث وتخصص المسرطنات. حياك الله دكتور فهد. في البداية تقول لي الله يحييكم. أهلا بك. لو في البداية تقول لي إيش خطورة هذه الأطعمة الغير صحية على أطفالنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاطعمه التي تباع في المقاهي حقيقه ليست يعني اطعمه صحيه تشمل جميع العناصر بما فيها مثلا الحليب والنشويات والكربوهيدرات والدهون بنسب يعني الهرم الغذائي المتبع عشان يعني صحه الابناء وكذا. للاسف تباع اشياء مغريه مثل الحلويات والبسكوتات والشبسات والوجبات يعني اللي نسميها الخاوية أو العالية من السكريات، يعني عالية من السكريات وخاوية من الفوائد وخاوية من البروتينات خاوية من المواد المفيدة للصحة. ممكن تكون عالية الأملاح أيضا، عالية المواد المضافة مثل المثبتات للطعام والصوديوم مونوكسيدات والجلوتاميت والأشياء التي تسبب السمنة تسبب البلاهة أحيانا، تعطي خمول وكسل للأطفال بدل ما يكون نشيط داخل المدرسة في غذاء متوازن، يكون للأسف بعد يعني الفسحة وبعد وجبة الإفطار الخاوية من المواد الغذائية كسولا خاملا لا يستوعب ما يشرح إليه. ثانيا النمو الصحي أيضا والعقلي إن يقضي حوالي ثلث اليوم تقريبا في المدرسة صحيح المفروض يكون أمانة هذه، والحمد لله يعني الإدارة العامة للصحة المدرسية اهتموا بهذا الشيء، ولكن يعني العدد الكبير من المدارس والمتاجرة أحيانا بتأثير المقصف على أناس يعني مستفيدين ماديا، وأيضا المدرسة قد تستفيد ماديا بالذات المدارس الأهلية التجارية. هذه يعني عامل مغري ومحفز لهم لأن يعني يؤجروا المقصف أو يبيعوه لأي شخص بغض النظر عن ماذا سيقدم وما هي محتويات الوجبات المقدمة لأطفالنا. صحيح. لذلك أنا نصحت الآباء في التغريدة اللي قبل هذه التغريدة أن يهتموا هم ويجهزوا يعني يتعبوا شوي ويتحملوا المسؤولية يجهزوا وجبة فطور للطفل سواء من الليلة السابقة أو من فجر اليوم الدراسي بسندوتشات فيها الخبز الجيد والجبن مثلا العسل الفاكهة البيض السلطة الأشياء الصحية في علبة الغذاء التي يحملها يجب أن يحملها معه الطفل للمدرسة. طيب دكتور فهد، في بعض الأمهات بتجهز اللانش بوكس أو شنطة الوجبات للأطفال، بس للأسف الأم تتعب وتجهز الوجبة في الليل أو الصباح، بس الطفل يروح المدرسة بيلاقي فيه مغريات كثير، فبالتالي بيترك اللانش بوكس حقه على جنب وبيدخل المقصف مع أصحابه ياكل من الوجبات اللي موجوده. هذا في حاله انه كانت الوجبات غير صحيه طبعا، بس اغلب المدارس الاهليه مع الاسف الشديد بتقدم الوجبات الصحيه لكن بسعر مبالغ فيه جدا، يعني لا يقل سعر الوجبه في المدارس الخاصه اللي بتتبع الانظمه والقوانين الصحيه عن 30 ريال. انت تخيل مصروف طفل 30 ريال في 5 ايام، انت قاعد تتكلم على 150 ريال، الأسعار مبالغ يعني فيها، يعني في الشهر يطلع 600 ريال أو 800 ريال بالزبط. هذه ميزانية يعني ميزانية أسرة بالضبط. يعني حتى لو المدارس الخاصة أو الحكومية تبغى توفر للطفل وجبات صحية لازم تكون برضو بأسعار معقولة. هنا هذه اللي احنا بنناشد فيه وزارة الصحة ووزارة التعليم. المفترض أنه يعني احنا يعني كما يقول المثل إما سرجال ولا ظلمة، إما نبيع لهم أشياء تافهة وغير كذا أو نجهز وجبات ونبالغ في السعر ونبالغ أيضا في أحيانا في التجهيز، يعني تكون متاجرة، المسألة صارت متاجرة سواء بعنا عليهم الأشياء الرديئة أو بعنا عليهم الأشياء الصحية، هي الكسب المادي هو الأهم. لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أنها لا تكون هي مصدر من مصادر الدخل والكسب المادي سواء. والله يا دكتور للأسف في بعض المدارس بتعتمد على المقاصف في الدخل المادي. نعم هذا هو سبب الإهمال، هذا سبب أيضا المبالغة في السعر إن كانت الوجبة صحية
وايضا تاجيرها على من لا يلتزم بالنظم الصحيه وكذا، اذا كان يدفع بنفسه يعني المكسب ونفس الربح سيحصلون عليه بدون تعب وبدون تجهيز وجبه صحيه. فهذه يعني في كل الحالتين فيه يعني متاجره، سواء باعوها بسعر غالي او بيعت وجبات تافهه بسعر رمزي او سعر قليل. عدم وجود المكونات الصحيه يعني متواجد في كل الحالتين. لذلك انا انصح مثلا انه نثقف ابنائنا، نضع يعني هذا الجانب مهم جدا. ثانيا ايضا يكون هناك ضبط من الجهات الرسميه مثل وزاره الصحه المشرفه على المقاصف المدرسيه والصحه المدرسيه والجولات الرقابيه، وايضا يكون هناك اشياء بسعر معقول. يعني لا اعتقد انه سيعجز مثلا المقصف عن تجهيز وجبه ساندويتش جبن مثلا بتكلفه ريال او ريالين مثلا، مع عصير طبيعي مثل الموجوده في الاسواق داناو او عصير ناتج طبيعي والاشياء الطبيعيه التي تكون عصير برتقال حقيقي على الاقل، وليس شراب البرتقال مثلا الذي يقدم سكريات واسباق او حتى الوجبات المغلفه التي كلها دهون مواد حافظه ودهون. مضبوط مضبوط دكتور. نعم. فهد، يعني من منبرك انت كاستاذ وعالم ابحاث في تخصص المسرطنات، لماذا لا تنادي وزاره التعليم بالاتفاق مع وزاره الصحه لانهاء الجدل فيما يحدث في المدارس في الوقوع في الاجتهادات الشخصيه انه بيقدم وجبات صحيه غير صحيه؟ لماذا لا تقدم وزاره التعليم وجبات صحيه مجانيه للطلبه زي زمان؟ يعني لما كان انا متفائل ان شاء الله، وقد وصلني اتصالات يعني بعد هذه التغريده من جهات رسميه ومن يعني مسؤولين جزاهم الله خير مهتمين بالموضوع ووعدوا خيرا، وقالوا ايضا انه في هناك دراسه وفي اهتمام في طرق الان يعني قد تكون بديله جيده، وقد يعني يتم يعني وضع مثلا حتى جمعيه تعاونيه للاباء واولياء الامور هم يعني يتاجروا بهذا الشيء، فلا يضر اولادهم وايضا لا يكون الربح مثلا هو الهدف الرئيسي. انا اتمنى يا دكتور فهد انه يكون في تجاوب سريع، يعني احنا نسمع عن هذا الموضوع من سنين وسنين والى الان ما شفت انه في معايير محدده بتطبق على المدارس الحكوميه او الخاصه بخصوص التغذيه الطلابيه، لكن كنت ابغى اسالك لو كنا نبغى نعتمد على المواد اللي فيها الكثير من العناصر الغذائيه الصحيحه، كيف حيكون التعامل معها من ناحية التخزين والاستهلاك للطلاب بحيث نعرف أنه المواد الطازجة سريعة التلف وتكون خالية من المواد الحافظة؟ نعم صحيح. أنا أتوقع لو هناك يعني لجنة مثلا من خبراء صحيين وخبراء تغذويين ولديهم يعني الثقافة الكافية، ممكن توضع قوائم، القائمة الأولى تكون بهذا التكلفة بهذا السعر لمن لا يستطيع كذا، القائمة هذه تفرض فرض وإجباري، والقائمة هذه بحيث أنها تشمل كما ذكرت يعني حليب مثلا وساندويتش تكون خبز وجبن وأشياء مكونات طبيعية جيدة ممتازة وقطع من الفواكه، أو حتى لو تعود الوجبة المدرسية التي كانت توزعها ولو بسعر رمزي، يعني تساهم الدولة في سعر مثلا في 5 ريال و 3 ريال على والد ولي الأمر. نعم يعني في أشياء دكتور فهد ما يبغى لها تعب ولا مجهود، جزر وخيار وبيضة مسلوقة وخبزة وانتهينا. نعم هو يبغى لها اهتمام ويعني ورؤية للأشخاص القائمين على هذا الشيء وإخلاص ورغبة، يعني وجدت الرغبة ستنحل جميع المشاكل وستجد الحلول بإذن الله، لكن متى توجد الرغبة يعني هذا هو أعتقد مربط الفرس هنا. صحيح دكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص السرطانات، شكرا لك وأتمنى أن صوتك يوصل من خلال منصة سيد.